money in the bank. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا. اللعبة النهاردة نزلت السيرفر الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اللعبة. فاول ما بتفتح اللعبة بتنزل ملف زي ما هتشوفوا دلوقتي كده، حجم 1 جيجا باين، وبعد كده بتحمله وبيقول لك قبل ما تبدأ اللعبة تختار الشرق الاوسط ولا السيرفر الاوروبي. زي ما انتم شايفين كده، ده الملف. ندوس ابديت ونسيب الملف يحمل، وهيحط لك سيرفر الشرق الاوسط والسيرفر الاوروبي، وانت تختار اي واحد فيهم. تمام؟ بس انا النهارده بقول لكم محدش يختار السيرفر الشرق الاوسط، لان السيرفر ده مش هتلاقي عليه اصحابك، ومش هتلاقي اسعار اللبس والسكنات زي في السيرفر الاوروبي، هتلاقيها غاليه. هو وزي ما هو ليه عيوب بس ليه مميزات برضو، ان انت البنج بتاعك هيكون عالي. البنج بتاعك اللي كان عالي في الشرق في السيرفر الاوروبي هتلاقيه هنا في الشرق الاوسط يعني معدول. بس في ناس جربت السيرفر الشرق الاوسط، بيقولوا ان السيرفر الشرق الاوسط البنج فيه اعلى، بيكون اعلى من الاوروبي. يعني انت لو عندك البنج في الاوروبي كان مثلا 100، هنا هيكون 120 130، ده حسب الناس اللي لعبت الشرق الاوسط وجربوا اللعبة وقالوا كده. تمام؟ فانت ما تختارش الشرق الاوسط واختار السيرفر الاوروبي زي ما انت، لان انت لو عندك اصحاب على السيرفر الاوروبي مش هينفع تلعب معاهم الا لما هم كمان يعملوا السيرفر الشرق الاوسط زيك. تمام؟ فزي ما هتشوفوا كده، زي ما انتوا شايفين كده، ده بيخيرنا تختار الشرق الاوسط او اوروبا. تمام زي ما انتوا شايفين كده بيخيرك تختار الشرق الاوسط او الاوروبي. تمام؟ فالناس طبعا اللي عاوزة تلعب في الشرق الاوسط وتجرب براحتك، بس الناس اللي لعبت في الشرق الاوسط بيقولوا هي اللعبة بتقول ان البنج في الشرق الاوسط للناس العربية طبعا بيكون البنج بتاعها ضعيف، البنج بتاعها بيكون ضعيف مش عالي، فبتقدر انت تلعب بسهولة. فانت عاوز تجرب براحتك، بس الناس اللي لعبت فيه قالوا ان هو البنج فيه عادي جدا زي الاوروبي، مش هتلاقي اي تغيير. تمام؟ ولو اصحابك اللي في السيرفر الاوروبي لازم عشان تلعب مع اصحابك اللي في السيرفر الاوروبي لازم كلهم يحولوا السيرفر شرق اوسط زيك، عشان مش هتعرف تلعب مع اي واحد فيهم لو هم على السيرفر الاوروبي. فانت لو عاوز تختار الشرق الاوسط وتجرب براحتك، لو عاوز تختار الاوروبي وتجرب براحتك. تمام؟ فانت هتحدد كده على اللي انت عاوزه، وبعد كده تدوس حسنا وتخش في اللعب. تمام؟ فانا مش هغير طبعا، هختار الاوروبي زي ما انا. وانت لو عاوز تجرب براحتك، لو عاوز تخليك اوروبا زي ما انت براحتك، كلها اختيارات ترجع لكم طبعا. بس انا بقول لكم التحذيرات من الناس اللي لعبت في الشرق الاوسط. تمام؟ هتدوس حسنا وتخش في الاوروبي زي ما كنت. تمام؟ كده انا غيرت السيرفر بتاعي، فضلت في الاوروبي زي ما انا. فانا حابب اقول لكم ان التحذيرات اللي الناس لعبت الشرق الاوسط وقالوا المشاكل اللي قابلتهم. تمام؟ فانت ما تسمعش كلام حد اللي يقول لك في جوائز في هدايا اللي بغير السيرفر، ما فيش الكلام ده. بس انت مش هتقدر تلعب مع اصحابك، مش هتقدر، البنج هيكون عالي زي ما هو، ما فيش اي تغيير. تمام؟ فبس كنت حابب احذر الناس اللي هي هتغير السيرفر، ما تتجروش اول ما تشوفوا الرساله دي وتروحوا تغيروا للشرق الاوسط على طول، لان ما فيش اي مميزات فيه. العيوب بتاعته لسه، بتاع السيرفر اللي كانت في الاوروبي لسه موجوده، مفيش اي تغيير. تمام؟ فلو عجبك الشرح ما تنساش لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وانتظروني الفيديو الجاي ان شاء الله.